علشان كده ممكن دلوقتي خلينا ناخد تليفون معانا الأستاذة نورهان أيمن، هي أخصائية تأهيل نفسي، ونعرف منها بالظبط يعني، وعلى فكرة هي كمان بطلة ألعاب قوة في الأهلي، عشان نعرف إزاي إن إحنا ممكن نقلل حدة التوتر هنا كمان فكرة إن إحنا ممكن يعني نعوض ده بالرياضة والفكر الإيجابي، وإزاي كمان الأهلي يقدروا إن هم يسيطروا على حتة إن هم عايزين ولادهم يبقوا الأحسن وغيره، بس إن هم ما يوتروش يعني، ده ما ينتجش إن هو يوتر ولاده. فخلينا نروح ونصبح عليهم في البداية. يا أستاذة نورهان صباح الخير عليكي، ومبسوطين ان حضرتك معانا على التليفون بجد. صباح النور يا نهاوند، صباح النور يا كريم، اهلا بحضرتك و منورنا، وصباح الفل على جمهور الاهلي اللي بيسمعنا كله. حضرتك منورانا، وزي ما حضرتك سمعتينا اكيد احنا بنتكلم خلاص النهارده وبكره نتائج الثانويه العامه، واكيد كل الناس دلوقتي متوتره والاهالي بالذات، والموضوع يعني مش قصه حياه او موت، بس المستقبل بيتحدد بقى دلوقتي، انا هجيب مجموع كام، هخش كليه ايه، على اساس ده هشتغل فين وهكذا، فده بينتج عنه توتر في البيت وممكن يؤثر بشكل سلبي على الحياه اصلا. فخلينا نعرف من حضرتك ازاي دلوقتي الاهالي اللي بيسمعونا يقدروا ان هم يعني يقللوا من القصه دي، وكمان ما ياثرش ده على أولادهم. بصي يا نهاوند، احنا بس عايزين نتعامل مع الموضوع بهدوء شوية، لان الثانوية العامة زي ما انتي وكريم قلتوا من شوية انها مش اخر الدنيا. احنا مش معنى ان احنا ما نجحناش في الثانوية العامة ان خلاص حياتنا وقفت، لا، احنا دايما بنحط بلان ايه وبلان بي وبنأقلم نفسنا وبنحاول صحيح. ننجح في اي مجال احنا هنتواجد فيه، وزي ما كريم قال انه مش شرط اللي انا الجامعه اللي اتخرج منها اشتغل فيها، في ناس بتعمل شيفت كريد كتير وبتنجح فيه اكتر من كده. الاهالي لازم تهدى شويه، مش لازم ابنك يبقى دكتور، ومش لازم ابنك يبقى مهندس او بنتك تبقى مهندسه، ممكن تبقى ناجحه في حته تانية. انا خريجه كليه اداب علم نفس، قسم ضعيف، العدد اللي فيه اصلا بيدخله قليل، ورغم ذلك الحمد لله ناجحه في مجال قليل، اخصائي نفسي رياضي اللي في مصر مش متوافر كتير. صح. فده اللي احنا عايزين نقوله للاهالي، ان احنا يا جماعه خلونا نتعامل باسلوب علمي شويه، اول ما تحس انك متوتر اعمل تمرين الريلاكسيشن، خد نفس واهدى، كده كده استاذه نورهان ممكن اقف هنا؟ اول ما اتولد مكتوب له طريقه عند ربنا، فهو ربنا ان شاء الله هيكرمه وينجح. طيب. انا عايز اسال حضرتك بس حاجه عند النقطه دي عشان ما نعديهاش، ازاي نعمل تمرين الريلاكسيشن، لان ده يعني ده نفسه ناس كتير مش عارفاه اصلا. هقول لك تمرين الريلاكسيشن، احنا بناخد نفس من مناخيرنا على 5 ثواني، بناخد النفس 5 ثواني ونطلعه من فوق من البق في 5 ثواني، فبناخد في 5. طب احنا نجربه معاكي دلوقتي بقى في الفاصل ده، عايز الفاصل ونطلعه على 5 مرات، صح كده؟ اه بالظبط. يلا كريم معانا كمان، اكتب اكتب. التجربه فشلت يا استاذه دوران. ايوه دي الطريقه دي اصلا بيعملوها في اليوجا، انا مره جربتها قبل كده، صح؟ بتهدي الاعصاب شويه. احنا في المديتيشن وفي اليوجا وفي الريلاكسيشن، وقبل ما بندخل نلعب الماتش لازم ناخد نفس عشان اهيئ عضلاتي ورئتي وجسمي كله ان احنا هنلعب. صح. ففي كل حياتنا هناخد نفس وهنهدى، هنعمل التمرين ده 5 مرات، لاقي نفسنا هدينا، ايا كانت النتيجه ابنك عمل اللي عليه كله، فالنتيجه مش بتاعتنا، النتيجه بتاعت ربنا. عايزين نهدى ونخلي ولادنا يبقوا مبسوطين، هم تعبوا وعملوا اللي عليهم، هم ابطال. الثانويه العامه دي انا بقول اللي بيدخلها ويطلع منها طبقه واهله ابطال على فكره، فربنا يوفقهم يا رب كلهم، ويفرح اهاليهم ويفرحهم بنتيجتهم. وعايزين نمارس بقى رياضه، ننزل نتمشى في جو حلو، ننزل نشم هوا جميل كده، ونهدى من التوتر اللي احنا فيه، لان كده كده هتعدي. طيب. وكده كده كل حاجه بتعدي. استاذه نورهان برضو بحكم القانون العصبي والامراض العضويه السايكوسوماتيك بقى ما يدخلش معانا في حته ثانيه. أنا عايز أسألك برضو بحكم تخصص حضرتك يعني وتبحرك في هذا العالم وعلم النفس، تقولي إيه للأهالي الآباء والأمهات اللي بيستخدموا مع أولادهم تكنيك من وجهة نظرهم إن هو تحفيزي، فيقولوا له كلام من عينة يا فاشل يا فاشل؟ يعني عايز أقول لك يا كريم إن الموضوع ده إحنا كأخصائيين بنعاني منه. إحنا بيجي لنا ولاد بيحسوا بالإحباط وعدم الثقة بالنفس،
وما عندهمش موتيفيشن، ما عندهمش دافعيه خالص، بسبب ان يقولك اصل بابا قارني، اصل بابا قال انت غبي، اصل بابا قال انت فاشل. يا جماعه ليه العبارات السلبيه؟ ما تقول له انت جميل، انت شاطر، اعمل اللي عليك وسيب النتيجه على ربنا. خلينا ندي بوزيتيف انرجي عشان هو يقدر يكمل. هو برضو في مدعكه وبيفكر هدخل انهي كليه، طب انا هعمل ايه، طب انا هوصل ازاي. عايزين نبقى اهدى مع اولادنا، لان عمر المقارنه وعمر ما الكلام النيجاتيف هو اللي هينجحهم. احنا صح. عايزين ولادنا ينجحوا يبقى باسلوب علمي صح عشان نقدر نوصل للنتيجه صح. وكمان عايز اقول على حاجه، الاب والام اللي ما دخلوش طب او هندسه، انت عايز ابنك يدخل طب او هندسه عشان يحقق لك حلمك. هو مش جاي يدفع نتيجه ان انت ما دخلتش او انه يدفع حلمك، هو جاي ينجح عشان حلمه هو، اللي هو ممكن ما يبقاش انت في دماغك بس هو في دماغه هو. بس صحيح. فعايزين كده الاهالي يعني بالراحه، وربنا ينجح كل اللي في الثانويه العامه ويفرحهم، ويا رب كل اللي نفسه يدخل اي حاجه يدخل. صح، انا بتفق معاكي، وميرسي قوي على المكالمه دي والطاقه الحلوه اللي يعني انا حاساها حتى من صوت حضرتك استاذه نورهان. بجد شكرا ليكي جدا، وان شاء الله تشرفينا مره هنا معانا في 10 صبح في الاهلي، وكلام محترم يعني طبعا. بجد بس الركع اللي يطبق بقى، بص هو هي يعني الموضوع صعب شويه، لان هي ثقافه احنا بنتوارثها جيل ورا جيل ورا جيل. زي زمان كان لازم تخش فعلا زي ما استاذه نورهان بتقول، يا كذا، يا طب، يا هندسه، يا مش عارف ايه، يا حقوق، يعني لازم تبقى صاحب مهنه. الموضوع ابتدى يختلف شويه. برضو كنت تسمع، ولحد دلوقتي يمكن لو حد عايز يطلع ميوزيشن، لو حد عايز يطلع بطل رياضي بس من غير ما يكمل دراسته، لسه المجتمع مش قابل ده او الاهالي. ف وعلى فكره عندنا لسه السوشيال ميديا برضو غيرت توجهات كتير من الشباب طبعا. يعني بقى في ناس كتير ما همهاش تدخل كليه ايه، هم عايزين يكونوا مثلا تيك توكرز ناجحين، انفلونسرز ملفتين. لا ده انا بقى ضده اساسا يعني، معلش بقى، محترم ده جيل عجيب، ده شيء صعب قوي يعني.